على كل متابعي موقع صدى البلد الإخباري. معكم ريهام فيكتور في جولة إخبارية نستعرض فيها أهم وآخر الأحداث. وإلى أبرز العناوين: التحقيق مع طفل المرور وثلاثة من زملائه. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين. ألمانيا تعلن إيقاف الحياة العامة لمدة شهر. محمد فضلي يقصي كهرباء من قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو. قرار نهائي بشأن الزواج تعلن عنه أصالة. بشرة نيابة المعادي التحقيق مع الطفل المعروف إعلامياً بطفل المرورة وثلاثة من زملائه على خلفية تسجيل ونشر فيديو جديد يسيء لرجال مرور. وعقب صدور قرار جديد من النيابة العامة بضبط الطفل وثلاثة من زملائه لاتهامهم ببث فيديو جديد فيه إساءة لرجال المرور، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض على الطفل وأصدقائه بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته أجهزة الأمن. أسعار الذهب شهدت انخفاضاً جديداً مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشاراً في مصر 28 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24939 جنيهاً، وسعر عيار 18 سجل 705 جنيهات. تبدأ ألمانيا اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة شهر إيقاف الحياة العامة بعد دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال وفي حالة لكبح الزيادة في حالة الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد. ووفقاً للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضاً على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين بحد أقصى 10 أشخاص، وسيشهد الإغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى. تقلصت فرص كهربا في الانضمام لمنتخب مصر بعد مشادته العنيفة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال احتفال النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز. وجاءت مشادة كهربا مع محمد فضل لتحسم الجدل بشأن حسام البدري والمدير الفني لمنتخب مصر، والذي كان في حيرة فنية كبيرة بشأن اللاعب سواء انضمامه أو عدمه. ولكن بعد حدوث الأزمة بين فضل واللاعب تقلصت كل فرصه في الانضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات جديدة للفنانة السورية أصالة، حيث قالت الفنانة السورية إن أزمتها الأخيرة مع طليقها طارق العريان لم تفقدها ثقتها بالرجال، مؤكدة أن أغلب أصدقائها من الرجال، وأكدت بحزم نافية نيتها القيام بالزواج للمرة الثالثة مجدداً. وإلى هنا تنتهي نشرة أخبار موقع صدى البلد، ولمزيد من أخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.